ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين. قوله رحمه الله ولا يجوز للحر أن يتزوج، هذا القسم الثاني من أقسام التحريم، وهو التحريم إلى أمد، وهو في الجملة نوعان أو ضربان. الضرب الأول ما حرم بسبب الجمع، ما حرم بسبب الجمع، وهو نوعان أيضا. النوع الأول تحريم الجمع لكثرة العدد، وهو ما أشار إليه بقوله رحمه الله لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، من أربع أي من أربع نساء، فلا يحل له أن يجمع أكثر من أربع زوجات، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولما جاء عن الصحابة في ذلك. هذا النوع الأول مما يكون فيه التحريم بسبب الجمع، وهو تحريم إلى